الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا. روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقا حول صادرات الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود برعاية أممية. انخفاض دخل الغاز الروسي إلى أوروبا إلى 40%، وألمانيا تعتبر موسكو موردا غير آمن للطاقة. السادسة مساء الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. تحياتي لكم، بداية هذه النشرة مع دانا مدحت. دانا تحياتي لك. أهلا بك آية، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا. وخلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزي بباريس، أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة المستقلة وفق المرجعيات الدولية. هذا وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن لقاء السيد الرئيس ونظيره الفرنسي شهد استعراض تطورات الأوضاع في كل من شرق المتوسط وليبيا وسوريا ولبنان، حيث أكد السيد الرئيس أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمة إلا من خلال الحلول السياسية بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية. وحول الأزمة في أوكرانيا، أكد الرئيس السيسي على رؤية مصر بأهمية إبقاء الباب مفتوح أمام الحوار والحلول الدبلوماسية من قبل كافة الأطراف المعنية. هذا وأطلع السيد الرئيس نظيره الفرنسي على استعدادات مصر الجارية لاستضافة القمة العالمية المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ، وذلك في شهر نوفمبر القادم. والمزيد تنضم إلينا من باريس ريهام السهلي موفدة أكسترا نيوز. ريهام، أرحب بك معنا في هذه النشرة الإخبارية بداية وبعد التحية. مزيد من التفاصيل لديك ريهام عن لقاء السيد الرئيس اليوم مع نظيره الفرنسي بقصر الإليزي. اهلا بك دانا وبكل مشاهدي اكسترا نيوز. بالفعل يعني عقد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا في باريس في قصر الإليزي قمه ثنائيه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وكما اشار المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه فان هذا اللقاء تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، يعني على سبيل المثال القضايا الخاصه بالشرق الاوسط تحديدا القضية الفلسطينية. ويعني أشاد الرئيس الفرنسي بالدور الذي تقوم به مصر لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأيضا جهود مصر في إعمار غزة. وأكد الرئيس السيسي على يعني أحد أهم الثوابت المصرية تجاه هذه القضية، القضية الفلسطينية، وهي ضرورة أن يكون هناك حل يضمن الأمن والسلام للفلسطينيين، ويكون هناك دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وهذا هو من الثوابت المصرية التي دائما ما يؤكد عليها الرئيس السيسي. أيضا تناول الرئيسان عدد من الملفات المختلفة خاصة بالشرق المتوسط، بسوريا، بليبيا، وأيضا بلبنان. وهنا أكد الرئيس السيسي على أحد الثوابت الأخرى المصرية، وهي حرص مصر دائما أن يكون الحل هو حل سياسي، وألا يؤثر أو يعني أن يتم الحفاظ على المؤسسات الوطنية. اتفق معه ماكرون في هذه النقطة يعني ويعني أشاد وثمن حرص مصر دائما على الحلول السياسية. أيضا كما ذكر البيان فالرئيسان تحدثا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمة غذاء وأزمة طاقة، والرئيس السيسي أكد على ضرورة أن يبقى الباب مفتوحا للحل السياسي في هذه الأزمة. وتحدث الرئيسان أيضا ويعني أطلع الرئيس السيسي الرئيس ماكرون على استعدادات مصر لإضافة قمة المناخ القادمة في شرم الشيخ كوب
27 والجهود التي تقوم بها مصر في هذا الشأن. طبعا يعني فرنسا من الشركاء من أكبر شركاء مصر تجاريا واقتصاديا، ومصر هي نقطة جاذبة بالنسبة للشركات والمستثمرين الفرنسيين، وبالتالي كان هذا الجانب أيضا هو يعني تم التركيز عليه خلال مباحثات الرئيسين، خصوصا أننا يعني إذا نظرنا إلى حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر الأرقام طبعا التبادل التجاري أرقام كبيرة، وأيضا هناك على سبيل المثال 168 شركة فرنسية تعمل في مصر وتوظف حوالي 40 ألف عامل، هناك عدد من الاتفاقيات في هذا الشأن، يعني صح. نقاط تفاهم كثيرة الحقيقة، وهناك تقارب في وجهات النظر، وشاهدنا يعني كيف استقبل الرئيس ماكرون الرئيس السيسي بكل حفاوة، وكيف وقف عند وصول الرئيس السيسي ليتحدثا يعني بعض الوقت ثم دخلا لبدء القمة. أيضا الرئيس السيسي التقى بوزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير، وكان لديه أيضا مباحثات على الجانب الاقتصادي معه، يعني زيارة صحيح سريعة ولكنها زيارة مفيدة تم طرح فيها عدد من القضايا المهمة للبلدين دائما. صحيح، أنا بشكرك ريهام السهلي موفد إكسل نيوز على هذا الرصد وكل تلك المعلومات الوفية، شكرا جزيلا لك ريهام. عبر الرئيس السيسي عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتجاري، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر في ضوء الفرص الواعدة التي تتيحها المشروعات الكبرى. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي في باريس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم التوافق بين الجانبين على أهمية تعزيز نشاط المشروعات التنموية والاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل اقتراب انعقاد قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ نوفمبر القادم. تتلقى وجهات نظر مسؤولي القاهرة وباريس في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك كعملية السلام في الشرق الأوسط أو ليبيا أو إفريقيا، وذلك فضلا عن ملف مكافحة الإرهاب. وكانت القمم المصرية الفرنسية في القاهرة وباريس خلال المؤتمرات الدولية فرصة من أجل تعزيز التعاون مع فرنسا في كل المجالات. المزيد في سياق هذا التقرير. أسس تاريخية وحضارية وثقافية تقوم عليها العلاقات المصرية الفرنسية جعلت من العمل السياسي والدبلوماسي بين البلدين ركيزة مهمة من ركائز العلاقات الثنائية، وشهدت علاقات البلدين تقاربا ملحوظا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، حيث تتلاقى وجهات نظر مسؤولي القاهرة وباريس في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك
كعملية السلام في الشرق الأوسط أو ليبيا أو أفريقيا، فضلا عن ملف مكافحة الإرهاب. هذا بالإضافة إلى تعظيم انخراط فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في التعاون بين البلدين، اتصالا بأولويات خطط التنمية الشاملة في مصر. كانت القمم المصرية الفرنسية في القاهرة وباريس خلال المؤتمرات الدولية كانت فرصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث تم بحث الفرص وجذب استثمارات جديدة مع ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي والمتخصصين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن قطاعات الطاقة والطيران والدفاع والنقل والبنية التحتية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشهدت العلاقات المصرية الفرنسية توقيع العديد من الاتفاقيات في العديد من المجالات، على رأسها الطاقة والبنية الأساسية والسياحة والثقافة. وتعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، كما تعد مصر ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية في المنطقة. وتعمل في مصر نحو 140 شركة فرنسية في العديد من المجالات التي يأتي في مقدمتها الخدمات المصرفية والبنوك والسياحة والاتصالات والطاقة والخدمات البيئية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1,831,000,000 دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، فيما سجلت المبادلات التجارية بين فرنسا ومصر زيادة بنسبة 22% في عام 2019 لتبلغ 3 مليارات يورو. تقوم العلاقات المصرية الفرنسية على روابط تاريخية تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة، ونمت هذه الروابط بقوة في ظل عهد الرئيس السيسي. المزيد مع شادي شاشة. أهلا بكم. تتميز العلاقات المصرية الفرنسية بالقوة والمتانة، كما شهدت خلال الأعوام الأخيرة طفرة هائلة وكبيرة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، إذ شهدت العلاقات المصرية الفرنسية تقاربا ملحوظا منذ تولي الرئيس السيسي السلطة، حيث بلغ عدد الزيارات الرسمية بين البلدين أكثر من 20 زيارة على مستوى الرؤساء والوزراء وكبار المسؤولين منذ نوفمبر من عام 2014. وتلاقت وجهات نظر القاهرة وباريس عبر حوارات ثنائية حول العديد من القضايا، أبرزها محاربة الإرهاب وضرورة الحل السياسي للأزمات في المنطقة، فضلا عن تعزيز التعاون لتحقيق السلام والأمن في منطقتي الساحل والصحراء. وتمثل فرنسا شريكا اقتصاديا بالغ الأهمية لمصر، إذ ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 1,424,000,000 دولار خلال النصف الأول من 2021، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لفرنسا إلى 355,100,000 دولار خلال ذات الفترة. كما احتلت فرنسا المرتبة 12 في قائمة الشركاء التجاريين لمصر عام 2019، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 330,300,000 دولار خلال العام المالي 2019-2020. وقد اتسع مؤخرا الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر، والمتمثل في 160 فرعا لمنشآت فرنسية تستفيد من مزايا حقيقية في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري. يأتي هذا فيما حافظت مصر وفرنسا على علاقات عسكرية أكثر قوة، ترتكز على عدة اتفاقات ثنائية، حيث يوجد أكثر من 70 نشاط تعاون سنوي في مجال الدفاع بين مصر وفرنسا. وقد شهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة عقد عدد كبير من الصفقات العسكرية بين البلدين، خصوصا في مجالي القوات الجوية والبحرية. كما ترتبط مصر وفرنسا ببروتوكولات عديدة للتعاون القضائي وتطوير منظومة القضاء بين البلدين، فيما تشهد العلاقات الثنائية في المجال النيابي والبرلماني تعاوناً كبيراً
عكسته الزيارات العديدة من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي وأعضاء الجمعية الوطنية للبرلمان المصري، علاوة على تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية. وعلى المستوى الثقافي، يتولى المعهد الفرنسي في مصر تنشيط التعاون بين البلدين. أما في مجال علم الآثار، فتتبوأ فرنسا الصدارة في هذا المجال في مصر عبر المعهد الفرنسي لعلم الآثار الشرقية، فضلاً عن البعثات الأثرية الفرنسية المتعددة في مصر. مشاهدينا، كان هذا عرضاً لأبرز مجالات التعاون المشترك بين مصر وفرنسا. شكراً لمتابعتكم. أعلنت القوات المسلحة عن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة العام الدراسي 2022-2023. المزيد في سياق هذا التقرير. أن تصبح واحدا من ملائكة الرحمة، حاملا رسالتك الإنسانية، أن تحقق حلم الانضمام لجيش مصر الأبيض، فتؤدي أمانتك الطبية، فهذا يعني أن تحظى بأرقى النظم التعليمية داخل كبرى المعاهد الصحية العسكرية، قلاع المتميزين. من هنا تكون الانطلاقة القوية بتقديم أوراق الاعتماد للانضمام إلى المعاهد الصحية للقوات المسلحة. ثلاث قلاع عسكرية تضم العديد من التخصصات الطبية أرقى المستويات العلمية ضمن منظومة تعليمية تلبي كافة الاحتياجات من الكوادر الطبية المدربة من الذكور والإناث. جيل جديد من الخبرات الفنية وفقاً لأرقى النظم العلمية، مناهج دراسية تضاهي مثيلتها بوزارة التعليم العالي، كوكبة من خيرة الأساتذة المتخصصين بالقوات المسلحة والجامعات المصرية، منشآت تعليمية ورياضية وبرامج تدريبية تناظر أعلى المستويات العالمية، رعاية طبية وسط بيئة مثالية توفر كافة الإجراءات للعملية التعليمية المتميزة، طريق الالتحاق بأرقى منظومة طبية يبدأ من هنا. بادر بالانضمام للمعاهد الصحية العسكرية. يمكنك الآن سحب ملفك والتعرف على شروط الالتحاق عبر موقعنا الإلكتروني أو من خلال الأماكن الآتية. بوسعك أن تصبح واحداً من عناصر جيش مصر الأبيض بالانضمام للمعاهد الصحية العسكرية. قلاع المتميزين. علم، انضباط، تضحية. تحت رعاية رئيس الجمهورية، تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 22 حتى نهاية الشهر الجاري. تستمر فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية الشهر الجاري، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وبما يسهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين. الحمد لله كل البضائع الاستراتيجية متوفرة بكثرة وبأسعار مميزة، وأسعار المبادرة أرخص من السوق كله، وإحنا مستعدين إن إحنا نشارك في أي مبادرة هتيجي تاني تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مبادرة كويسة والمنتجات سعرها أقل من العادي، ونشكر الرئيس على المبادرة الجميلة دي. طبعا بنشكر سعادة الرئيس على المبادرة، ودي حاجة كويسة. بعدد من فروع السلاسل التجارية تصل إلى 1002 فرع على مستوى الجمهورية، تتوفر السلع بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسب تتراوح من 25% إلى 60%، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وكلها موضحة بالأسماء والعناوين
على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية لسهولة الوصول إليها. والله مبادرة كلنا واحد دي حاجة جميلة جدا، وسعيد بالأسعار اللي أنا بشتري بها. إحنا بنشكر سيادة الرئيس إن المبادرة امتدت لشهر 7، ونتمنى من سيادة الرئيس إن هي تتمد على طول. مبادرة كويسة، في فرق أسعار حاسين بيها. فعلا بننزل نلاقي الأسعار مختلفة عن بره كتير جدا جدا جدا. بنشكر السيد الرئيس طبعا على إن هو دايما حاسس بالمواطن ودايما بيوفر لنا السلع دي. واقفين معاك بروح وقلب، احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا لو تحتاجينا. كما تواصل منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية حتى نهاية العام الحالي، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 1026 منفذاً موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت تخفيفاً عن كاهل المواطنين. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. تأتي أهمية مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية في ظل المتغيرات الدولية وانعكاساتها على الحالة الاقتصادية، فهي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 382 قضية تمويلية بمضبوطات بلغت قرابة 58 طن مواد غذائية وغير غذائية. أما في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، فتم ضبط أكثر من 21 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وحتى غير الغذائية، فتم ضبط أكثر من 36 طن. أما في مجال قضايا المخابز، تم ضبط 616 قضية، من بينها 167 قضية خبز ناقص الوزن و158 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. تستضيف القاهرة من اليوم حتى 25 من يوليو الجاري اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن. وقال بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة إن اجتماع اللجنة العليا يأتي في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي من خلال توطين الصناعة والتوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني وتأمين سلاسل التوريد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بضم العامين الدراسيين لصفوف الخامس والسادس الابتدائي في عام واحد وفقا لنظام التعليم الجديد. هذا وأكد المركز نقلا عن وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار سنوات الدراسة بالمرحلة الابتدائية كما هي 6 سنوات دراسية دون ضم أو حدوث أي تغيير، بحيث يكون كل عام دراسي منفصلا عن الآخر. وقعت روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل ودون لقاء مباشر اتفاقا يسمح بفتح الطريق
أمام تصدير الحبوب والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود، وذلك برعاية أممية. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الاتفاقية تفتح الباب أمام كمية كبيرة من صادرات الحبوب التجارية عبر 3 موانئ رئيسية، وأن هذه الاتفاقية تفيد الدول النامية التي تواجه تحديات صعبة. أكدت روسيا أهمية وصول الحبوب والأسمدة الأوكرانية والروسية إلى الأسواق العالمية. هذا وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لأن اتفاقية الحبوب التي وقعت عليها روسيا تأتي انطلاقا من سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إلغاء الحظر المفروض على إمداد الأسواق العالمية بالحبوب وحتى بالأسمدة والمواد الغذائية. أعلن مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك إن اتفاق تصدير الحبوب لا ينص على وجود مرافقة روسية لشاحنات النقل ولا على وجود مراقبين روس. وأشار المسؤول الأوكراني إلى أنه سيتم السماح ل80 سفينة حبوب بمغادرة الموانئ الأوكرانية، مبينا أن موسكو ستتعهد بحماية سفن الحبوب في البحر الأسود. قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها ستعمل على محاسبة روسيا إذا لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع أوكرانيا من أجل استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود. كما دعت أيضا غرينفيلد الصين إلى التوقف عن تكديس الحبوب وعرض المزيد للوفاء بالطلب العالمي على المساعدات الإنسانية. قال مسؤولان بارزان بالأمم المتحدة إن المنظمة تتوقع البدء في تنفيذ اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بكامل بنوده في غضون أسابيع قليلة وإعادة الشاحنات إلى مستويات ما قبل العملية العسكرية الروسية والتي تبلغ 5 ملايين طن شهرياً. وقال مسؤول الأمم المتحدة إن روسيا وأوكرانيا اتفقا على الخطوط العريضة للمبادرة بما يشمل تحديد الموانئ المعنية وإنشاء مركز مراقبة وطرق تفتيش السفن وغير ذلك، مشيرين إلى أنه لا تزال هناك مشاكل ثانوية يتعين بحلها قبل تنفيذ المبادرة بالكامل. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت خلال أسبوعين 4 أنظمة صواريخ هاي مارس التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا. أضافت الوزارة في إفادة يومية أنه تم تدمير 4 قاذفات وعربة تحميل 1 لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الأمريكية الصنع هاي مارس في الفترة ما بين 5 وحتى 20 من شهر يوليو. We'll be right back.
قال مسؤول أمريكي بارز في مجال الدفاع إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن الجيش الروسي يتكبد مئات القتلى والمصابين يوميا في العملية العسكرية بأوكرانيا. وأضاف المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة تعتقد أيضا أن أوكرانيا دمرت أكثر من 100 هدف روسي داخل أوكرانيا، تصفها بأنها أهداف عالية القيمة وتشمل مواقع للقيادة ومستودعات للذخيرة ومواقع للدفاع الجوية. Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled a global energy crisis. Європейці пытаються замістить російські енергоресурси. We also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply. أعلنت ألمانيا عن حزمة إنقاذ لشركة الطاقة يونيبرو بعد تلقيها ضربة شديدة بسبب خفض إمدادات الغاز من روسيا. وفي مؤتمر صحفي في برلين اعتبر المستشار الألماني روسيا مورد غاز غير آمن، وأوضح أن بلاده لم تعد قادرة على الاعتماد عليها في هذا الشأن، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بترشيد استهلاك الغاز، ومؤكدا أيضا أن الدولة الألمانية ستفعل ما بوسعها لتجاوز هذا الوضع. أظهرت بيانات مشغل خط الأنابيب السير الشمالي واحد أنه من المتوقع بضخ غاز من روسيا إلى أوروبا عبر هذا الخط عند مستوى 40% من القدرة الكاملة له. وأفادت شركة نورد ستريم بأنه من المتوقع أن تكون أحجام ضخ الغاز الطبيعي عبر السير الشمالي واحد عند مستوى 2.66 مليون متر مكعب في الساعة، أو ما يقرب من 64 مليون متر مكعب لكل يوم غاز كامل. صوت المشرعون البولنديون بأغلبية لصالح دعم مقترح للحكومة يتم بموجبه منح بدل يصرف لمرة واحدة للعائلات من أجل مساعدتهم في شراء الفحم لتدفئة المنازل في فصل الشتاء، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. ومن المقرر أن يتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الغرفة العليا للبرلمان من أجل إجراء المزيد من النقاش حول هذا الأمر. وبموجب مشروع القانون سيحق لكل العائلات التي تستخدم الفحم في تدفئة المنازل بدلا لمرة واحدة بقيمة ما يعادل 630 يورو لتغطية جزء من هذه التكلفة. هذا وأوضح مسؤولون بولنديون في تصريحات للصحفيين بأن الحكومة قد خصصت نحو 2.4 مليار يورو من أجل هذه المبادرة. توقعت وكالة بلومبرغ أن يدفع ارتفاع أسعار الطاقة واحدة من كل ثلاث أسر في بريطانيا إلى حد المعاناة من فقر الطاقة بحلول أكتوبر المقبل، مما يزيد من حدة أزمة تكلفة المعيشة ويفرض مزيدا من الضغوط على رئيس الوزراء الجديد لاتخاذ إجراءات عاجلة. وقالت الوكالة إن عدد الأسر التي تنفق أكثر من 10% من إجمالي دخلها على الطاقة ستقفز إلى 8.2 مليون أسرة في أكتوبر المقبل، بينما من المتوقع ارتفاع فواتير الطاقة بنحو 60% بحسب المؤسسة الخيرية National Energy Action. قالت ألفيرا نابولينا محافظة البنك المركزي الروسي إن بلادها لن تورد النفط للدول التي قررت فرض سقف لأسعار الشحنات الروسية. أضافت نابولينا في تصريحات أن اقتراح دول مجموعة السبع والذي يهدف إلى تقويض عوائد الطاقة الروسية في محاولة لتقليص خيارات موسكو فيما يتعلق بتمويل حملتها العسكرية في أوكرانيا سيؤثر أيضا على أسعار النفط العالمية.
انخفضت أسعار النفط مع ضعف توقعات الطلب العالمي، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ل 1.2 دولار إلى 102.84 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 1.8 دولار إلى 95.27 دولار للبرميل. وبحسب رويترز، كشفت بيانات دولية أن الاقتصاد العالمي يتجه على نحو متزايد نحو تباطؤ خطير على ما يبدو مع رفع بنوك مركزية لأسعار الفائدة بنسب مرتفعة مقارنة مع السياسة النقدية الشديدة التيسير خلال جائحة كورونا لدعم النمو. صرح البنك الاتحادي الألماني أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا آخر في التضخم في شهر سبتمبر القادم بعد انتهاء الدعم الحكومي لتذاكر الوقود والسكك الحديدية والمقرر في 31 من شهر أغسطس القادم. في الوقت نفسه أشار البنك الاتحادي الألماني في تقريره الشهري إلى أن اقتصاد البلاد سيتوسع بأقل من المتوقع مع تفاقم أزمة الطاقة للتوقعات، ووصف الوضع الاقتصادي بأنه حزين للغاية. هذا وأضاف البنك في تقريره بأن التطور المستقبلي لسوق الطاقة في ألمانيا هو غير واضح وغير مؤكد، خاصة في حين عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا. هذا وكشف البنك الاتحادي الألماني بأن توقعات الأسعار تشير بوضوح إلى مخاطر ارتفاع الأسعار في أسواق ألمانيا وبقوة. توقع خبراء اقتصاديون بالبنك المركزي الأمريكي أن تدخل إنجلترا مرحلة الركود الاقتصادي بحلول العام القادم، وتوقع الخبراء أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا سوف يتقلص بنسبة 0.4%، وهو أسوأ من توقعات بنك إنجلترا بنفسه بانكماش يصل إلى 25%، كما رجح الخبراء بأن أسعار الفائدة داخل إنجلترا ستظل مرتفعة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق مع استمرار ارتفاعاتها حتى أواخر عام 2024. اتخذ البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته قرارا مفاجئا للأسواق، إذ خفض سعر الفائدة بواقع 1.5% إلى مستوى 8% سنوية. توقع البنك الروسي تراجع الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 4% إلى 6%، بعد أن كان يتوقع سابقا تراجعا بنسبة 8% إلى 10%. رفع أيضا البنك المركزي الروسي توقعات تدفق رأس المال في روسيا في عام 2022 إلى 246 مليار دولار من 151 مليار دولار، لكنه نبه بأن تزايد مخاطر حدوث ركود اقتصادي في العالم قد يؤدي إلى إضعاف الطلب على الصادرات الروسية وإضعاف الروبل الروسي. انخفض الروبل الروسي متجاوزا 58 مقابل الدولار بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في العام الحالي بواقع 150 نقطة أساس إلى 8% مما فاق التوقعات. وتراجع الروبل 1.9% إلى 58.14 أمام الدولار بعد دقائق من إعلان قرار البنك المركزي،
وكما تراجع 1% إلى 57.79 أمام اليورو في بورصة موسكو، وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء في العالم حتى الآن هذا العام، مدعوما بإجراءات اتخذت لحماية النظام المالي الروسي من العقوبات الغربية المفروضة على البلاد. هذا وانخفض الدولار الأمريكي بينما تخلى اليورو عن الكثير من المكاسب السريعة التي أعقبت قرار البنك المركزي الأوروبي برفع تكاليف الاقتراض بأكثر من المتوقع. انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات أخرى بنسبة 0.1% في طريقه إلى الانخفاض بأكثر من 1% هذا الأسبوع، وهو أول أسبوع يشهد فيه الدولار خسارة في 4 أسابيع. انخفض أيضا اليورو بنسبة 0.2%، متخليا قليلا عن تقدم الجلسة السابقة بنسبة 0.5%، لكنه ظل في طريقه نحو ارتفاع أسبوعي وذلك بنسبة 1% بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع. أوضحت نتائج المسح ربع السنوي الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات التضخم بدول منطقة اليورو على المدى القصير والطويل وانخفاض توقعات النمو الاقتصادية للكتلة الأوروبية. وتوقعت نتائج مسح المركزي الأوروبي أن يسجل التضخم في دول اليورو 7.3% عام 2022 مقارنة بتوقعات المسح السابقة منذ 3 أشهر البالغة 6%، ومن المتوقع أن يسجل النمو في دول اليورو ل 2.8% عام 2022 مقارنة بتوقعات المسح السابقة منذ 3 أشهر والتي وصلت إلى 2.9%. ارتفع مقياس التضخم الرئيسي في اليابان خلال الشهر الماضي لأكثر من المستوى المستهدف من قبل بنك اليابان الذي وصل إلى 2%، وتسارعت وتيرة نمو مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة إلى 2.2% في يونيو على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ 2015. جاء ذلك وسط تفاقم تضخم تكاليف الطاقة بسبب ضعف الين الياباني إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية المصنعة. قال طبيب البيت الأبيض إن صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحسنت بعد استجابته للعلاج المضاد لفيروس كورونا. أكد طبيب البيت الأبيض أن درجة حرارة جو بايدن أصبحت الآن طبيعية، ولافتا إلى أنه لا يزال يعاني من الرشح والسعال. قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستبدأان التدريبات الميدانية الحية والتي توقفت منذ فترة طويلة خلال التدريبات العسكرية المشتركة بينهما. ومن المقرر أن يبدأ الحليفان تدريباتهما الصيفية السنوية الشهر المقبل بعد أن تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الذي تولى منصبه في مايو بتطبيع التدريبات المشتركة وتعزيز الردع ضد كوريا الشمالية. وقالت الوزارة إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعتزمان لإجراء 11 مناورة ميدانية مشتركة بما في ذلك تدريبات على مستوى الكتيبة هذا الصيف، وأضافت أنهم يهدفون إلى إجراء مزيد من التدريبات الميدانية المشتركة على مستوى الفوج أو أعلى. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدول المجتمعة في جنيف من أجل التفاوض بشأن اتفاقية دولية جديدة لإدارة الوباء
قررت أن يكون هذا الاتفاق ملزما قانونا. قالت المنظمة في بيان إن أعضاء الهيئة الحكومية للتفاوض والمكلفة بإجراء المفاوضات بشأن هذا الاتفاق قد قرروا بالتوافق العمل على اتفاق دولي حول الأوبئة سيكون ملزما قانونا. ستحصل المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على 100 مليون دولار من البنك الدولي بغرض مساعدة الدول الأفريقية على الاستعداد لتفشي الأمراض ورصده والاستجابة له. وقال البنك الدولي في بيان إن الدعم المالي سيساعد في تعزيز القدرات الفنية للمراكز الأفريقية ويتضمن استثمارات لزيادة عدد خبراء الأوبئة والمستجيبين لتفشي الأمراض المعدية. أعلنت الصين اكتشاف أول إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا العام بعد تفشي فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 ما بين الطيور البرية في إحدى المقاطعات بشمال غربي الصين. أضافت أيضا أن السلطات المحلية أعدمت وتخلصت من 273 طائرا مصابا ولم يتم اكتشاف أي إصابة في الدواجن. أعلن المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية إن 1700 شخص على الأقل لقوا مصرعهم جراء موجة الحر الحالية في إسبانيا والبرتغال فقط. وعبر المكتب الأوروبي عن قلقه من أن حرائق الغابات تقع حاليا حتى في الشمال وخاصة في الدول الإسكندنافية، مذكرا بأن حرائق الغابات قضت على 41 منزلا في لندن في الأسبوع الجاري. وتعاني عدد من الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة لموجة الحر غير التقليدية. تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية يقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة. قاما بسرقة 5 صناديق إشارات والتي تعمل على تغذية السيمافورات بالإشارة المنظمة لحركة سير قطارات السكة الحديدية في المنطقة الواقعة ما بين طنطا وبركة السبع، مما أثر على حركة سير القطارات وقيام الجهات المختصة بهيئة السكك الحديدية بإصلاح العطل وإعادة حركة تسيير القطارات بصورتها الطبيعية. أشار أيضا بيان صادر عن وزارة الداخلية بأن المتهمين قد اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك أحدهما وقيامهما ببيع المسروقات لتجري خردة سيئي النية. أمكن ضبطهما والمسروقات والدراجات النارية المستخدمة في ارتكاب هذه الواقعة.
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، تسلمت السيدة إخلاص حلمي إحدى سكان العوامات النيلية شقتها الجديدة المطلة على نهر النيل في حي الزمالك، عوضا عن عوامتها السكنية التي تقرر بإزالتها. من جانبها أعربت السيدة إخلاص عن بالغ شكرها إلى الرئيس السيسي على سرعة استجابته لحالتها الإنسانية. النيل بالنسبة لي حياتي، لأني أنا اتولدت فيه أنا وأخواتي، عشنا طول عمرنا في عوامة. رفيق دربي وأليف صباي وحبيب عمري، هذه هي أول كلمات نطقت بها السيدة إخلاص منذ أن وطأت قدماها شرفتها المطلة على نهر النيل بشقتها الجديدة بحي الزمالك، وحينها كانت عيناها تحتضن صفحاته وتغرق بين ضفتيه لتشعر وقتها بكل معاني الراحة والأمان. فهذا المنظر الذي أثلج روحها طوال حياتها لم يفارق عيناها بعدما غادرت عوامتها بكورنيش النيل بحي الكتكات الصادر قرار بإزالتها لعدم الحصول على تراخيص المراسي، فقد استجاب الرئيس السيسي لمطلبها وحرص ألا تفارق صديق السنين الطوال. استجابة سريعة صراحة، يعني ربنا يكرمه يا رب في صحته وفي عافيته وفي عياله وفي أهل بيته كلهم وفي كل الناس اللي بيحبهم. الصدر ينشرح من الشقة حلوة برحة، وبعدين نورة، وبعدين بتبص على النيل. هذه البيوت العائمة رغم جمال أشكالها وألوانها إلا أن لها وجه آخر يختفي تحت معالمها الأنيقة، فيومياً تلقي هذه العوامات أطنان من مياه الصرف الصحي الملوثة لمياه النيل، غير أن معظمها لا يتم استخدامه لأغراض سكنية أو حتى بشكل يتبع معايير الأمن والسلامة. رغم التعديات الكبيرة على مياه نهر النيل وحجم التلوث الذي تسببت فيه هذه العوامات، إلا أنه قد أمر السيد الرئيس بأن يعوض أصحاب هذه العوامات بمنازل لائقة تطل على نهر النيل في حالة استيفائهم لشروط التعويض. بصبح الصبح ألاقي النيل قدامي والشمس طالعة جميلة والفيو حلو وهوى نقي جميل، عشان كده أنا في السن ده في زي يعني تعبانين في السن ده قوي، إنما الحمد لله أنا ربنا كرمني عشان عشت في جو نقي نظيف الحمد لله. منذ أن كان هذا النهر منبعاً لحضارة دامت لأكثر من 3000 عام، أخذ المصري على عاتقه تكريمه وحمايته، فبفضله نبتت الحياة بأرضهم من بداية التاريخ وإلى نهاية الزمان. مرن عادل، إكسترا نيوز. وختاما تذكير بعناوين النشرة. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا. روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقا حول صادرات الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود برعاية أممية. انخفاض ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا 40%، وألمانيا تعتبر موسكو موردا غير آمن الطاقة. ختامنا لمزيد من الأخبار، يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. كنت معكم أنا دانا مدحت وزميلتي آية عبد الرحمن. نشكركم طيب المتابعة وإلى اللقاء.